بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وزملائي، our dear guests from Hungary and Canada، أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الجميل، يوم المهرجان الختامي للأنشطة الطلابية في الجامعة. واهتمام الجامعة كما تعلموا بالأنشطة الطلابية اهتمام كبير جدا، وتجلى في الكثير من المناشط التي حصلت خلال العام الدراسي، وكان للتميز في الأنشطة الطلابية تأثيرات إيجابية على صورة الجامعة وفوزها بجوائز في المحافل العالمية. إخوتي الكرام، قبل 4 سنوات رفعنا شعار التغيير هو أساس للتطوير، وتغيرنا وتطورنا ولله الحمد. والآن رفعنا شعار نحو العالمية، نحو جامعة عالمية قولا وعملا، وها نحن من خلال الأنشطة الطلابية إخوتي الكرام نخطو خطوات نحو العالمية، نحو الانفتاح، نحو التميز، نحو كل ما هو جديد، ولكن بأصالة وطننا وبأصالة منطقتنا، فأحمد الله سبحانه وتعالى. الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل عمالة شؤون الطلاب ولجان الأنشطة الطلابية وكلكم جميعا أبناء الطلاب جهود مقدرة أشكركم عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء بإذن الله تعالى. Dear guests from Hungary and Canada, we are very happy that we have you with here today. It just happened that you are with us today at one of our best days of the year, the day where we celebrate the activities, extracurricular activities of our students, and we hope we did not bore you too much. Thank you very much for visiting us. شكرا لكم أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي مدير الجامعة على كلمتكم المشرقة، ونستأذن معاليكم في تكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية. أولا رواد اللجان المتميزون باللجان العامة، لجنة التوعية الإسلامية الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، كلية الاقتصاد. الدكتور فتح الله محمد حراز، كلية الصيدلة. اللجنة الثقافية والفنية دكتور سعيد بن مسفر المالكي، كلية الآداب. الدكتور أيمن إسماعيل مدبولي، كلية المجتمع. اللجنة الاجتماعية الدكتور عوض بن سلامة الرحيلي، الدكتور سامي بن محمد حلواني بكلية الحاسبات، الدكتور ميهوب عبد العظيم ميهوب، كلية المجتمع. اللجنة الرياضية الدكتور نبيل عبد الرحمن الكسار، تصاميم البيئة. الأستاذ الدكتور إيهاب محمد، إيهاب أحمد محمد حسني، كلية الصيدلة. الدكتور محمد جعفر محمد الحداد، كلية الحاسبات وتقنية المعلومات.